بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي شرف الأمة بوراثة الكتاب وجعله بناها من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من النبي غضا رطبا ونقلوه إلى سلسا عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور وصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغرنا بك عمن سواك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرج متوسل شاف. وبعد، وقول الله تعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذا صلى والحمد سميت صلاة، قسمت الصلاة أي الفاتحة، وسميت القرآن صلاة، ورد في القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر بإجماع صلاة الفجر، قسمت الصلاة أي الفاتحة أي قراءتها. فإذا قال العبد الحمد لله إلى نهاية الحديث فيه، وفي رواية شارحة قال تلات لي وتلات لك وواحدة بيني وبينك، التي له حقه عليك، وكلها في نهاية المطاف ولعبده ما شاء. هذا وعد من الله بقبوله، توسلك وتدللك ودعائك. فإذا كان حين ألقاك الله أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، معنا سلمكم الله، قبل أعمالكم وهجر السلام، ومن تق الشيئة فقد رحمته، كل شيء عمله رحمة كبيرة جدا يقبل الله منك. ثم عندنا ما تجلوش عليه، في نص صغير إن شاء الله في أن السلام قد يحمل على الخبر، يحمل على الدعاء، ويحمل على التذكير بحقائق ثنائية. الحقيقة الأولى أن الله باسمه السلام مطلع عليكم فراقبوه. الله باسمه السلام عليكم حفيظ فاطمئنوا إلى رعايته. وحدة تشعرك برقابة الله، وهذا تشعرك بضمان الله لك، وهذا تصحب الحقائق ما أن الله يراك، وهذا معنى مهم جدا. هو لذكر الله أكبر، هو الذي يجعل الصلاة خارج الصلاة مستصحبة منك أيها المصلي، يجعلها أمر. ذلك في قول الله تبارك وتعالى عند بعض أهل العلم بالإشارة: والذين هم على صلاتهم دائمون. ولا يمكن يكون الإنسان على الصلاة دائما إلا بتأول، ولكن على ظاهرها تكون دائما على صلاتك أي على حال المصلي. وحال المصلي مراقب لله، مستقبل للقبلة، لسانه طلق بالذكر، حامد شاكر، مستعظم مسبح بالحمد، استصحاب حال الصلاة. الشأن كما قلت لكم في الذكر استمراره استدامته، ولذلك لا يمدح في القرآن ذكر بغير وصف الكثرة. ذكر الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في الذكر القليل لا يمدحوا في القرآن، ولا يذكر الله إلا قليلا مذبذبين. والكثرة هنا قد تكون كمية وقد تكون حالية، والثانية هي الأنسب. استمرار الذكر. وابن صلى الله عليه وسلم جاءه الرسول قال له: قل لي أوصني، لقد كثرت علي خصال الإسلام وصاياه. فقل لي يا رسول الله كبرت وصية تكفيني أو تغنيني، معنى الحديث. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقل لسانك الرطب كيفيه؟
ليش نرجو باللسان؟ كثرة الذكر. الإنسان إذا أقل الذكر تقول لسانه أحجام القرآن. الإنسان إذا يقرأ القرآن تقول لسانه بالقرآن. يقرأ قال عليه. قال عليه لسانه وتقال عليه صدره. يضيق بالقراءة، يضيق بالورد، يضيق. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن السلام بهذه المعاني الرباعية، السلام تحية لفيها إبلاغ أخيك بأنك كلك سلام عليه. تخرج الناس من صلاتهم من شعائر الإسلام الجماعة، وقد سلم بعضهم على بعضهم بعد أن اتصلوا بالله، ذكروا الله، أعلنوا البر ببعضهم على مستوى اللسان. اقصوا السلام بينكم، وهم ادخلوا للمحبه. التحيه دعاء بالبقاء، من الله يحييك، الله يخليك، تقولها بالدارجه، الله يبقيك. التحيه هي دعاء بالبقاء، معنى بالبقاء، بالبقاء لائق بوجودك. الانسان اذا هدج قال أي بقاء إلا هو شخص تهديد. إذا ارتفع الأمن فهي حياة. إذن السلام تحية، والسلام الدعاء، والسلام التذكير برقابة الله، والتأنيس بضمان الله. كما هذه المعاني كلمة واحدة تقولها خروجا من صلاتك، الوضع الذي تكون عليه وأنت تتشهد لابد من الوقوف عنده وتأمله، كما تأملنا الركوع والسجود والجتو والقيام، نتأمل حركة نسميها الحركة المواكبة والمصاحبة والمناسبة. ولاحظوا هذه الأشياء في العبادات. الإسلام راه غاية في الكمال والجمال حتى في نسق العبادة. ماشي شرعه كان وزرعه كان، مبقيناش في شريعة الله. العبة والنثار لا يوجد في شريعة الله. وتمت كلمات ربك ومنها أوامره ووصاياه صدقا فلا تتناقض، وعدلا فلا يختل نظامها. تمت بلغت تمامها في الجهتين. هذه الصورة تاع العقل، وهذا إحدى صور اليدين وأنت تتشهد، إحدى الصور. أنا ماشي نسنا في جلسة فقهية مختاروا منها مختارون فقها. قبضوا الثلاثة وبسطوا الأصبع إشارة، ثم الحركة كلها فيها أحاديث واردة. هذا مما لا خلاف فيه، لكن هل يكون في الابتداء أو مع التشهد؟ خلاف لبعض. واش تثبت الشهادة اللي دير هكا أو مع من الابتداء؟ لأن الكل تشهد، الكل غرض منه إفراد الله بالوحدانية. لأن شنو يكون تشهد؟ مبالغة في الاعتراف والإقرار بوحدانية الله في عبادتي عن شهود، عن علم. أشهد، أتشهد أبلغ من أشهد. تقبض الثلاثة، لو بسطت على أن تبقى على صفة الاستقبال من جهة الإكرام الأولاني. وهذا ده اللحظة حتى في الرجلين تاعك خصهم يبقوا بشي وضع الاستقبال ما استطعت، ولكن ليس باستقبال واجب كمالي كما هنا. لو قبضت هذه وأبقيت على أصبعك مستقبلا، صحيح؟ لأن الواحد من الأصابع ينوب عن بعضها، تنوب عن بعضها. ولماذا هذا الواحد؟ لأنك في صلاة التشهد لله بالوحدانية، فمناسب له صورة لبقاء على الأسبوع الواحد. ولذلك جاء في الحديث ما يشير إلى هذا المعنى، رسول الله بيديه، يشير باليدين، فقال له أحد أحد، أي وحد وحد، ثم أشار قال ضم هذه لك. صار إلى أن التشهد فيه معنى التوحيد.
المواكبة، مواكبة الصورة المرئية للصورة الذهنية، للصورة الذكرية، للعلم. وصباعك هذا تتحلق به، وهذا أيضا من الصور الجائزة بها، أو تضمه، وهذا جائز، أو تجعله عمدة لوضع الأصبع الآخر عليه، وهذه فيه إشارة إلى أنك تنطق بيدك مواكبة للنطق بلسانك، لأن بهذين تكتب، والقلم واحد اللسانين، وأنت في مقام التشهد. فكأنك تقول بما أنطق به أكتبه، أشهد أن لا إله إلا الله، أنطق به أكتبه. ثم الحركة جاء في حديث في بعض المشاهد لعله مشهد بها، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه يدعو بها، هكذا الحديث، أنا يدعو بها يصلي بها. فإذا الأنسب لفهم يدعو بها يصلي بها أن تكون حركة الخفض والرفع التي هي في الصلاة، يكون في الصلاة فيها تناء وانتناء، تثني على الله وتنتني بين يديه راكعا، ثم تزيد وتنتني بين يديه ساجدا، تناء وانتناء. ما تنوجبوش على نقول يا سيدي هذه ما تديرش هكا، ما تنوجبوش علاش، ولكن تنخيفوها على المعنى الأنسب. هذا كله اجتهادات، فيها نص يمنعها، ولكن هذا الأقرب إلى فهم النص عندنا، لأن الصلاة خفض ورفع، الحديث في السنن، صلاة خفض ورفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الخفض والرفع، هذا الحديث، معنى الخفض والرفع هي فعل الصلاة، فهذا خفض ورفع، فكأنك تعيد الصلاة باش بأصبعك، وتقرأ التشهد الذي هو آخر الفاتحة في دليل الأتلية والأدية، والتدل لله بصفة الوحدانية، بصفة العبودية له، إعلان الإلهية باستحقاق. فهمتوا شوية على هذا الاقتران؟ حركة المواكبة والناشة، والناشة لمقالك والمواكبة لمقالك، حتى لا تكون منشغل، تكون يدك متان ذلك. الصمت المطلق من جارحتك لا يتناسب مع فعل الصلاة، الصلاة كنا فيها اقتران الأقوال بالأفعال بالأحوال، شحال هذه؟ لكن شو واحد ما هي الصلاة؟ ولا أقوال من الفاتحة ومن التشهد ومن الله أكبر ومن التسبيح، أقوال وخزيد وأفعال، ركوع سجود رفع جتو، وأحوال شنو هي؟ خشوعك، حبك، استغفارك، ندمك، مناجاتك، ذكر لله في السر، هي هذه الصلاة. والأفعال والأقوال تخدم الأحوال، لأن في الأقوال علم وفي الأحوال معنى يلابسه، وفي الأفعال معنى يلابس العلم، وفي الأحوال سر الفعلين، القول والفعل. وعمل حال قامة، فلا خير في علم لا يثمر عملا، وفي عمل لا يثمر زكاة حال. زكيتي بصلاتك، زكيتي بصومك، زكيتي بقرآنك بقراءتك، زكيتي بصحبتك، ثم وقبلها نقرأ البيت اللمح. الله ربي قد صيرت للانتهاء فلتستقم عليه. خلاصة الفجأة في أبسط تجلياتها، شعار الهج تلبية. لماذا الهج؟ لماذا هذه المقارنة؟ لأن الحج في حقيقة شيء رحلة إلى القبلة. فين تتسافر؟ غادي لذاك البيت اللي تتصلي ليه، أش غادي تدير فيه؟ غادي تطوف
أي تصلي صلاة خاصة بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم طواف، قال طواف صلاة، فأقلوا فيه من الكلام إلا من ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أباح لكم الله في بعض الكلام. سلم عليك شي واحد ترد عليه السلام، قال لك كي داير سلام وزيد وأنت تطوف. هالمقارنة على ما هو نية وتلبية وترجية وأفعال الملائكية، هذا هو الحج عندنا. أفعال الملائكة، رجعوا من الأخير، أفعال الملائكة هنا طواف، ملائكة يطوفون في بالبيت المعمور. هناك رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يكون له من عبادة الملائكة المودج، فشرع له ذلك. أدري كان قبل ذلك، ولكن هذه النظرة كانت مرسخة للحنيفية. جيج طواف عبادة ملائكية، الابتهال لأدنى فلاش في موقف عرفة، وإنا لنحن الصافون، ما تجيب لك الصفوف أهل الابتهال في عرفات، في صعيد عرفات، عبادة ملائكية. جي وفمينا عبادة الرجم بالتكبير، عبادة زجرية، صفت صفا في الزاجرات زجرا تالي، وكل هذه صفات الملائكة على الصحيح كما رجع العلم بالتفسير. ملائكة يقول في الصفة يصفون، ماذا يصفون؟ أقدامهم للذكر، يصفون أجنحتهم في انتظار الأوامر، جاهل من رسول أولي أجنحة شمتنا ينتظرون إقلاع مدبرة أمرا مقسمة أمرا الملائكة، وإلا جنود السماوات والأرض ملائكة، ولكن المنافقين لا يعلمون، ماديون، منافق نفقنا المادية وتكذب بالغيب. الزاجرات يزورون السحاب، يزورون الشياطين عن أولياء الله وعن مساجد الله، ولهم أمر، يزورون الأعجاز نصرا لأوليائه. ما عليك إن يحر بقي الملائكة معه فتبشوا الذين آمنوا اجتغيتوا ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من، وهذا ليس منقصعا ولا خاصا. حتى قال سيدنا الشاطبي رحمه الله لما ذكر خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة أو عشرة، وجاء إلى خصية أو خصيصة ونصرت بالرعبي،